حدثنا كيف استطعتم الوصول إلى هذا الارتفاع بالأرباح على الرغم من تأثر عملياتكم يعني صرف العملات أو الفروقات بصرف العملات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لأرباحنا كما أشرت كذلك، هناك صافي الدخل التشغيلي وصل إلى حوالي 101، أي بزيادة حوالي 20% عن الربع الأول من سنة 2014، وهذه يدل على أن هناك ارتفاع في الأرباح كمجموعة. بداية السنة كانت هناك توسع في الفروع، تم إضافة 20 فرع خلال الربع الأول، وكذلك تمت زيادة المحافظ في الوحدات، خاصة عندنا زيادة في المحفظة في بنك البركة الجزائر، وكذلك زيادة في البنك الإسلامي الأردني والبنك البركة التركية. مجموع هذه الثلاث الوحدات كان هناك نمو في حدود حوالي 12% مقارنة بالربع الأول من سنة 2014. نعم. طيب تتحدثنا عن زيادة بالنسبة للفروع، إلى أي مدى رافقها أيضا زيادة بالمصاريف عمليات التوسعات سيد عدنان؟ نعم، كانت هناك زيادة في المصاريف حوالي 6% مقارنة بالربع الأول من سنة 2014، ولكن هنا كما أبلغناكم في التقرير السابق، الخطة لمجموعة البركة المصرفية خلال سنة 2015 فتح 54 فرع في الدول، بالذات عندنا في بعض الدول بالذات تركيا والأردن ومصر والجزائر. نعم. طيب ماذا عن مصادر الدخل الأخرى بالنسبة للمجموعة، يعني كيف كان نموها ومن أين أتت هذه المداخيل الأخرى سيد عدنان؟ المداخيل الأخرى جاتني طويلة العمر كذلك من ارتفاع نسبة الاحتمالات المفتوحة خلال الربع الأول من سنة 2015، وكذلك المصاريف البنكية الأخرى التي نحملها على جانب التعامل في قطاع التجزئة. كما تعلمون أو كما لاحظتوا أن احنا عندنا حوالي 45% عبارة عن تمويلات للقطاع التجزئة والقطاع للSMEs اللي هي Small Medium Enterprise، فهذه الخدمات تعطيك كذلك مردود جيد في يعني أو أعطتنا كمجموعة مردود جيد خلال الربع الأول من سنة 2015. نعم. ماذا عن التسهيلات التي حصلت عليها سيد عدنان خلال هذه الفترة؟ ما هو حجمها؟ ما هو حجم التسهيلات أيضا المتوفرة لدى المجموعة؟ هنا تقريبا من حوالي أسبوعين ثلاثة أسابيع قفلنا التمويل بحوالي 300 مليون دولار تمويلات مرابحة لبنك البركة تركيا، ونتوقع كذلك أن يكون هناك قبل نهاية آخر السنة كذلك في حدود حوالي 300 مليون دولار أخرى لبنك البركة التركية. هناك كذلك تفكير في زيادة رؤوس أموال بعض الوحدات خاصة عن طريق إصدار صكوك خلال سنة 2015، منها بنك البركة جنوب أفريقيا، بنك البركة مصر، وبنك الإسلامي الأردني. قد ايه حجمها الصكوك؟ تقريبا هذه بتكون ثلاثتهم بتكون تقريبا في حوالي 400 مليون دولار. 400 مليون دولار. طيب إذا ما تحدثنا عن المخصصات سريعا سيد عدنان، قد في مخصصات يعني مجنبة لدى المجموعة لتفادي أي مخاطر؟ يا طويلة العمر، هنا نعتبر من أفضل البنوك والحمد لله في المنطقة العربية. لو طرحت نسبة المخصصات من الديون المتعثرة، نسبة ديون إلى المحفظة لا تعادل حوالي 0.6%، نعم، يعني أقل من 1%. جميع الديون المتعثرة مقطعة تقريبا 100%. أديت تقريبا بلغات الديون المتعثرة؟ الديون المتعثرة بلغت نسبتها حوالي 3.5% من المحفظة، أي حوالي 550 مليون دولار أمريكي. لو طرحنا من المخصصات التي عملت سوف تنزل النسبة من 3.5 إلى 0.6%. شكرا جزيلا لك سيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، كنت معنا عبر الهاتف من المنام.